الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حضرنا في هذا المنزل بيت أكبر علي مع والده مع آباء الشهداء والحقوقيين، إن شاء الله تضامنا مع هذا الطفل الصغير الذي حكم عليه ظلما وعدوانا فأيام طويلة وسنين بعيدة ما يعلم عنها إلا الله. الله إن شاء الله يفرج عنه وعن جميع السجناء إن شاء الله، عن جميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.